جبنة اللي بخيرها. جبنة اللي بخيرها دي بتفكرنا كده بالزمن الجميل، ايام ما كنا بنروح نشتري كده من عند اللبان الجبنة البيضة اللي بقى طعمها كده تحس ان فيها قشطة، طعمها لذيذ، ملحها قليل، وبتبقى حلوة قوي قوي. فالنهاردة هنعملها بكل بساطة، بس اهم حاجة بقى في الموضوع نوعية اللبن. دايما لما تختاري اللبن لكل الجبن اللي احنا هنعملها النهاردة، اختاري لبن كامل الدسم من مكان موثوق فيه، تكوني عارفة ان اللبن كده تقيل ومركز، مش مخلوط بمية والحاجات دي. تعالي بينا بقى نشوف مقادير الجبنة اللي بخيرها هتكون عبارة عن ايه. عندنا 2 كيلو من اللبن كامل الدسم زي ما قلنا ونوعية كويسة جدا. هنحتاج لل 2 كيلو لبن معلقتين كبار من الملح، معلقتين من المنفحة. كل كيلو لبن، عشان تبقي لو انت لسه بقى مش المقادير مش مظبوطة معاكي، بتاخد من سنتي لسنتي ونص من المنفحة. المنفحة دي بقى عملت قلق لما عملنا قبل كده الوصفة دي، بنلاقيها فين؟ بقت متوفرة، يعني دلوقتي حتى محلات مستلزمات الحلواني جابوا منفحة علشان الناس سألت عليها كتير قوي قوي. في المكان اللي انا عايشه فيه انا اتفاجئت ان المحل بتاع مستلزمات الحلواني اللي انا بجيب من عنده كتب يافطه كبيره كده على الباب يوجد منفحه. الحلقه بعد ما عملناها قبل كده عملت قلق جامد والناس كلها نزلت تدور على المنفحه، فان شاء الله هتلاقوها بكل سهوله. تعالوا بينا بقى نشوف ازاي هنعملها. زي ما انتم شايفين كده المقادير بسيطه جدا، مفيش اي حاجه خالص. هاخد اللبن واحطه في حله. بصوا اللبن، اعرف اللبن كمان كويس ولا لا، لما تلاقوه كده سايب الاثر بتاعه في الكوبايه اللي احنا حاطينها فيه. شايفين؟ شايفين الجار؟ بصوا عامل ازاي؟ تأثير اللبن موجود على الجار بتاعنا او الكوبايه اللي احنا او اللبانه اللي احنا حاطينها فيه. احيانا تصبي اللبن كده تحسي ان اللبانه فله كده، كانها مش محطوط فيها غير ميه. تعالي ناخد اللبن نحطه على النار، واخد الملح وابتدي ادوبه. معلقه بقى نظيفه، معلقتين الملح دول كافيين جدا، يدوني طعم حلو، بس الجبنه ما تبقاش مملحه بزياده. هقلبهم، وهنا بقى محتاجين ان احنا نراقب حراره اللبن. طبعا كلنا او اغلبنا كان بيعمل اكل البيبي، سواء بقى اكل اخواته واكل ولاده، فعارفين اكل البيبي بيبقى درجه حرارته عامله ازاي، اللي هو لا تتعدى 40 45 درجة. طبعا ما عندناش ترمومتر علشان نقيس بيه درجة الحرارة، بس بحركة بسيطة جدا جدا بعرف اللبن كده وصل لدرجة الحرارة اللي أنا عايزاها ولا لأ. تمام، احنا بنعامل المنفحة معاملة الخميرة. عارفين لما بنقول ما تحطيش مية سخنة على الخميرة علشان ما تقتلهاش؟ نفس الكلام، يعني لو احنا سخنا اللبن بزيادة وحطينا فيه المنفحة، اللبن مش هيربط معانا ومش هتتحول لجبنة. فضروري جدا نتعامل مع المنفحة نفس معاملة الخميرة. تمام، بعمل ايه علشان اشوف درجة حرارة اللبن وصلت للدفء او الدرجة اللي انا عايزاها؟ ايديا طبعا نظيفة، وبصباعي كده ببتدي احس كده لا لسه باردة، يعني حطيت ايدي لا لسه ما دفيتش الدفء اللي يخلي اللبن بتاعي يربط مع المنفحة. تمام، هستنى دقيقة كمان، ما تكتريش طالما النار عالية، فهو هيقعد على النار بالظبط 3 دقايق وهيوصل لدرجة الحرارة اللي احنا عايزينها. هقلب تاني واحس اللبن تاني كده، وكده حلو قوي، كده بقى اللبن دافي والدفى بتاعه مظبوط جدا. هشيله من على النار، خلاص انا مش محتاجة احطه على النار، اخدنا درجة الحرارة المناسبة. تمام، المنفحة قبل ما نحطها. حاضر، عايزة تتفضى في حاجة شفافة، بس أنا هنا ما عنديش حاجة شفافة. طب لو حطيتها لكم هنا هتبان؟ مش هتبان. طيب أوكي، التاني. بصوا معايا كده، سائل شفاف. تمام، لونه يعني مدي على الاوف وايت شويه كده. خلاص اهي، انا مش هحركها، انا ممكن اشيل لكم دي بس كده اهي عشان تبان معانا. دي المنفحه لونها كده سائل شفاف زي الميه بس مغمق شويه. دي كده المنفحه. زي ما قلت لك
كل كيلو لبن عندنا سرنجات بنجيبها علشان برضو الادويه والحاجات دي، لو عندك سرنجه هتعايري بالسرنجه، هتاخدي بالسرنجه سنتي لسنتي ونص لكل كيلو لبن، ده المقدار المظبوط. خلاص تعالي بينا بقى ناخد المنفحه والمعلقه، تمام، وحط وقلب، تمام بالشكل ده. مش هعمل حاجة تاني، كل اللي هعمله ان انا اغطي على اللبن دلوقتي اللي فيه المنفحة والملح، اغطي عليه واحطه في مكان محدش يجي جنبه لمدة ساعتين، مش هحركه ولا اجي جنبه خالص، اشيله كده. اتفضل. لا ماشي. القربة دي اسمها ايه اللي يقول عليها الخضاضة، اللي هو بيفصلوا فيها الزبدة عن الشرش اللي بيطلع منها، يعني بيحطوا فيها القشطة، فالقشطة تتحول لزبدة والسايل يطلع على جنب. والله احنا نسمع دلوقتي. وده شكل بقى الجبنة بعد ساعتين بعد ما بتربط. بصوا هتلاقيها حتة واحدة، بصوا اهي، بصوا كتلة. طيب هنعمل فيها ايه؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. هنجيب مصفى، هنجيب طبق غويط. فين البولات يا جماعة؟ الوسط كلها. طيب كنتم مجهزين لي؟ ميرسي. يلا زي الفل. خلاص بعد ساعتين تمام ربطت معانا الجبنة بالشكل ده. هنجيب سكينة كبيرة شوية، تمام، بصوا، ونبتدي بقى ايه نعمل كده. بصوا دي كده شاشة بنلاقيها عند بتوع القماش، طرحة بيضة قديمة عندك بس تكون كده شفافة ويعني مخرمة بالشكل ده، اللي هو طرح الشاش دي تكون نظيفة، يعني أي حاجة تقدري إنك أنت تصفي بيها فيها مسامات مفتوحة علشان تنزل معانا السوائل الزيادة. خلاص هحطها في المصفى، تمام، اللي تحتيها طبق طبعا عشان يستقبل معانا الشرش اللي هينزل. ويلا بينا بقى نجيبها بكاميرا مين؟ يلا يلا. هوب، شايفين بقى؟ شايفين كتل الجبنة؟ ايه الحلاوة دي؟ ما شاء الله، والله تحفة يا جماعة. يكفي ان انتوا هتاكلوا جبنة نظيفة طبيعية 100% بلبن طبيعي بدون زيوت مهدرجة ولا زيوت نباتية ولا الكلام ده كله. هعمل ايه دلوقتي؟ هبتدي اقفل كويس جدا على الجبنة. بس كده؟ لا، ليه بقى؟ انا محتاجة احط عليها تقل، يعني احط عليها حاجة تقيلة، كيس رز، كيس مكرونة، كيس سكر، اي حاجة تقيلة عشان احطها هنا كده، او حلة تكون اصغر من كده ومليانة مية. فتعالوا مثلا حط الحلة دي عليها، ايوة كده، ومية، نحط كيس مية بقى او نملى الحلة مية. تمام، عندنا كيس تانية، ناخد ده كمان. كل ما تقلنا عليها كل ما هتلاقوها بتنزل مية. تعالوا نبص كده من تحت ايه الاخبار. بصوا شايفين؟ شايفين المية اللي نزلت؟ بصوا بصوا البولة تحت عاملة ازاي. طب المية اللي نزلت دي ايه اخبارها؟ هتترمي؟ لا مستحيل تترمي. انا كده عايزة افضي شوية من المية. ليه؟ علشان اعرف اخلي بقية المية تصفي. تمام، لا نجيب طبق تاني، نجيب طبق تاني عشان ما نغرقش الدنيا. ما ينفعش اسيب بقى الميه كتيره كده، ما هي خلاص مش هتنزل تاني، واخدين بالكو؟ فضروري جدا افضي بقى الميه دي وما نرميهاش. الميه دي اللي هنحفظ فيها الجبنه اللي بخيرها. يعني ايه؟ يعني الجبنه دي ما ينفعش اسيبها كده من غير ميه، فالميه دي ببتدي ازود لها ملح. تمام، الميه اللي نزلت معانا دي بزود لها ملح. تعالوا ناخد لها كده ايه، لكل كوبايه معلقه ملح، كاني بعمل ميه مخلل محلول ملح بس من الشرش اللي نزل من الميه. فاحط عليهم دول كوبايتين كبار اهو، احط عليهم معلقتين ملح بالشكل ده. واخليهم معانا بقى، تمام،
والجبنه دي هنسيبها تتصفى وتصفي ميتها على قد ما نقدر. اسيبها قد ايه؟ يعني سيبيها 4 5 ساعات 6 ساعات على قد ما تقدري. اعمليها بالليل وسيبيها الصبح تكون صفت الميه بتاعتها كلها. الجبنه اللي بخيرها فاكرين ان احنا كنا بعد ما صفيناها بعد ما ربطت وقطعناها بالسكينه حطيناها في شاشه وحطينا الشاشه في مصفه وعليها تقل زي ما انتم شايفين كده اهو عشان تصفي السايل بتاعها كله. بعد ما بتتصفى هتبقى معانا بالشكل ده اهي، جبنه بيضه تحفه جدا، وكل ما تسيبيها بتبتدي يكون قوامها جامد. عايزاها تبقى طريه اكتر فبتقطعيها بدري اكتر. كل ما بتتساب اكتر عشان تصفي وعليها تقل اكتر، كل ما هتلاقيها الجبنه نفسها ناشفه وخرى الميه الزياده اللي فيها. تعالوا بقى نقطعها كده. طيب طبعا نقدر ناكلها كده على طول ماشي، ونقدر ان احنا نحتفظ بيها لو انا عامله كميه احتفظ بيها لفتره طويله خلاص. فبنقطعها، ولو عايزين نحتفظ بيها هنجيب علب تمام، وابتدي احط فيها. فاكرين الميه اللي نزلت منها اللي حطينا عليها ملح؟ هبتدي احط الميه اللي بملح اللي هو الشرش اللي نزل منها. صح يا استاذ حمدي، مصحصح معانا. هنحط بقى فلفل حامي، ده بيدي بقى طعم حلو اصلا. هبتدي احط بقى شرايح الجبنه علشان احتفظ بيها لاطول فتره ممكنه من غير ما تعمل نقول ايه، تكون بكتيريا ويبقى طعمها مش حلو وتغير طعمها بس كده. ونقفلها وتتحط في التلاجة، ولا احلى من كده. سهله وبسيطه ولذيذه، دي اهم حاجه. دي بقى ممكن نقدمها بقى بالشكل ده، ممكن نديها رشه بقى من حبه البركه. زي الفل كده خلصنا الجبنه اللي بخيرها، وعرفنا ازاي نحتفظ بيها لاطول فتره ممكنه في الثلاجه، وكمان قطعنا منها عشان التقديم على طول. اللي بخيرها اللي احنا صفيناها، فاكرين اللي احنا كنا عملناها وصفيناها؟ بصوا لما اتصفت انا بصراحه عصرتها جامد جدا جدا، عشان كده طالعه بشكل اللي انتم شايفينه اللي واخد البومبي ده. بصوا الجمال، تحفه. ممكن اديها كده معلقه من زيت الزيتون بسيطه. سلام. عايزه اوريكم بقى الجبنه اللي بخيرها اللي احنا كنا حطيناها في الحله مع بعض تمام، فاكرين ربطت؟ احنا قلنا ساعتين، والله ربطت اهي، فاضل لها يعني حاجه بسيطه خالص. بصوا بقت مش لبن سايل تمام، بس هو المفروض ما نحركهاش قبل ساعتين.